اهلا بيكم من جديد. اول فقره في دونتيل زي ما قلت لكم هنتكلم النهارده في موضوع جديد، يمكن اول مره نتكلم فيه النهارده بالتفصيل معاكم، وهي المشاكل اللي بتكون موجوده في الثدي عند السيدات. كتير من السيدات بتشتكي من موضوع صغر الثدي او كبره، دي على فكره بتبقى حاجات بتعمل مشاكل كمان نفسيه كمان عند السيدات غير المشاكل اللي بتبقى موجوده في الجسم. هنعرف ايه الاسباب، يعني امتى الصدر ما بيبقى او الثدي ما بيبقى صغير، ايه اسبابه، ايه الاثار الجانبيه، والعكس كمان بالنسبه للثدي الكبير. هنعرف كمان بعد فتره الحمل والرضاعه في ناس بيحصل لها بعض الترهلات ومشاكل في الثدي، هنتكلم عنها ونتكلم برضو عن علاجها. وضيفنا النهارده دكتور منير ويليام، كبير جراحي تجميل. اهلا بيك يا دكتور، منورنا. طيب خلينا نبتدي بالثدي الصغير ونشوف ايه الاسباب اصلا اللي بتخلي الحجم ده يبقى صغير. والحقيقه احنا النهارده بنتكلم في موضوع يعتبر موضوع حساسه جدا اللي احنا في مستشفياتنا وفي عياداتنا بنلاقي فيه مشاكل. وانا افضل دايما ان احنا نواجه المواضيع بوضوح بحيث ان الناس كل بنت تكون شايفه مشكله تقدر تعرف الطريق ماشي ازاي وايه الحل اللي ماشي فيها. اذا اتكلمنا عن الثدي الصغير فالحقيقه في اسباب كثير جدا. بدايه ودي مهمه قوي، العوامل الوراثيه. يعني احنا ممكن نلاقي عائلات فيها ثدي كبير. وعائلات تانية فيها ثدي صغير، زي ما نلاقي عائلات في كبر في حجم الارداف او كبر في حجم الهانش او تدلس عضلات البطن. فهنا ده عامل السبب الاول. السبب الثاني ان هي بنلاقي في بعض الحالات بيكون الصدر الصغير ناتج عن انه اتعمل فيه عمليه، كان في بعض التكيسات اللي موجوده في ناحيه او ناحيتين، وتم استئصال هذه التكيسات او الاورام ونتج عنها ان حجم الصدر يكون صغير. الحاجه الثالثه اللي احنا ممكن نلاقيها اللي هي انا دايما وانا قاصد من الحلقه النهارده نتكلم فيها، اللي هو بعض الاطفال بيقع عليهم ميه سخنه تحصل حروق. تمام. فبيكون الحرق في الطفل الصغير جاي في منطقه الصدر في ناحيه من الناحيتين. الطبيب او اهل هذه الطفله ما بيعرفوش ايه اللي بيحصل في الصدر. نبص نلاقي البنت وصلت لمرحله البلوغ، بقى في صدر اكبر من صدر، او ان الصدر ده بقى اصغر من الطبيعي، او ان في بعض التلوثات او بعض العوامل اللي شد هذا الثدي. وبتكون النتيجه ان الوظيفه بتاعت هذا الصدر ابتدى يصغر من هذا الكلام. يعني ده بسبب الحرق اللي حصل وهي صغيره مثلا؟ بيكون سبب اساسي في ان احد الثديين اصغر من الطبيعي بالنسبه للصدر الثاني. بيكون السبب الاساسي حرق موجود في الطفله اللي ما خدوش بالهم منه هم وصغيرين، ولما الطفله دي دخلت في مرحله البلوغ ابتدى يبقى فيه حجم صدر غير حجم التاني، ابتدى يبقى فيه تليفات في هذا الصدر، منظر تدلي في الثدي في ناحيه يفرق كتير قوي عن الناحيه التانيه. السبب ده بيتعرف لما بتكبر؟ يعني ما بيحكوا لحضرتك مثلا ده حصل لها صغيره بتعرف ولا من اثار الحرق؟ شوفي سيادتك انت بتسالي سؤال مهم جدا. ان لو في طبيب عنده خبره يقدر يعرف هذه المشكله والمصيبه قبل ما تحصل. سببها ايه يعني؟ بيقدر يعرف ان اذا كان هناك اثر في الحرق موجود ممكن ياثر في الجلد، بحيث ان هذا الاثر المؤثر في الجلد في المستقبل ياثر على الخلايا اللبنيه الموجوده في الصدر. كمان. ومن هنا يبان التدخل بتاع طبيب عن طبيب. في طبيب بيسيب الحرق موجود ويدي علاجات مبدئيه وتنتهي الحاله على كده، وفي طبيب بيبقى من الصغر من وقت الحرق بيقدر يتدخل ويحرر الصدر بحيث ان الصدر لما يكبر ما تبانش فيه هذه العلامات. تمام. في اسباب تانية بتخلي برضو وجود ثدي صغير عند بعض السيدات او الفتيات ولا في بعض الامراض معروفه سندرومات عندنا في الطب؟ سندروم يعني مرض يمسك كذا عضو في جسم الانسان. ففي بعض الامراض او السندرومات اللي بتلاقي فيها في مثلا خلل في الكبد وخلل في الثدي مثلا، وموجود معاه مثلا بعض التغيرات في الجلد وهكذا. ففي بعض الامراض اللي احنا نقدر نتكلم فيها في هذا الثدي. تمام. طبعا احنا لما بنتكلم عن الصدر، الثدي الصغير اساسا بيهمني الاثار اللي موجوده. يعني البنت اللي بيكون عندها صدر صغير بنلاقي في مجموعه من الاثار الجانبيه موجوده. اثار جانبيه بسبب يعني صغر حجم الثدي. صغر حجم الثدي. الاول في اثار بتكون نفسيه. دايما البنت بتحس بانوثتها في وجود جسمها وفي صدرها. فهنا في الاثر النفسي موجود. نفسيا ده موجود. اثر جانبي. الاثر الثاني وده المهم جدا وهو الاثر الوظيفي.
ان البنت بيتهيأ لها، وقد يكون هذا حقيقي وقد يكون غير حقيقي، ان وظيفة الثدي في الرضاعة قد تتأثر مع حدوث حمل. وده صح ولا ده ولا هي بيفرق الحالة الحالة؟ لا مش تهيئات، في حالات بيبقى الكلام ده مظبوط تماما، وفي حالات بيبقى الكلام ده مش مظبوط حسب وجود او عدم وجود الخلايا اللبنية بالنسبة للثدي. اه ده اللي بيفرق يعني. في اثار ثالثة مهمة جدا اللي هي الاثار الجنسية. طبعا الإنسانة اللي بتحس ان الصدر موجود عندها بتبقى في بعض المشاكل الداخلية بينها في داخل عائلتها وهكذا. تمام، هو ده الكلام اللي بالنسبة للآثار الجانبية. طيب العلاج بقى، يعني علاج الثدي الصغير ليه علاج ايه؟ هو سيادتك كويس قوي ان احنا نتكلم عن العلاج. النقطة الأولانية اللي نتكلم فيها عن العلاج كان بيتقال الأول حقن الدهون. طبعا حقن الدهون وظيفته في علاج الثدي الصغير تكاد تكون مهملة جدا، لان مجرد ما تحلي دهون ما بيكملش شهر وبيرجع الثدي كما كان للحد العادي، يرجع تاني زي يبقى ملوش اي دور على الاطلاق. تمام. الحاجه الثانيه، بعض الناس بتعتقد ان تناول بعض الاطعمه اللي فيها الدهون الزياده والسكريات الزياده قد يزيد من حجم الثديين، وده كلام مش مظبوط، لان اللي بيحصل ان الجسم بيبتدي يزيد لكن الثدي بيفضل زي ما هو، ما بتاثرش خالص يعني مع الدهون. مع هذا الكلام في بقى طريقين للعلاج. ايه هم؟ الطريق الاولاني ميديكال طبي، ان احنا بنستغل نظرية ما يسمى الضغط السالب. الضغط السالب انك انت اي نسيج في جسم الانسان قد يكون الجلد قد يكون العظام لو عرضتيه لضغط سالب لفترة طويلة ممكن هذا النسيج يتضخم ويكبر في الحجم. على سبيل المثال ده احنا بنستغله في التجميل في تمدد الجلد، الدكاترة العظام بيستغلوه في العظام علشان يطولوا طول العظام والافراد تطول والكلام ده كله. تمام. في جهاز تم تجربته بداية في استخدامه سنة 1998. الجهاز ده عبارة عن برا موجود تحت ضغط سلبي بتلبسه السيدة. هذا البرا وزنه تقيل، لازم تكون لابساه حوالي 13 ساعة في اليوم. لازم تلبسه 10 اسابيع متتالية، ولو فوتت يوم تعوض بداله اسبوع. يعني لو جه في النص حصل ليها تعب ومش قادره تلبس البرا لمده 3 ايام، اسبوع بداله اليوم 10 ايام وكمان قصادهم 3 اسابيع قصاد ال 3 ايام دول. اه تمام. الحقيقه هذا الجهاز بعد الغلب ده كله بيكبر لي حجم الثدي من 60% الى 110%. اذا كان حجم الثدي اساسا صغير فمهما اكبر فيه بعد العذاب ده كله لا زال صغير. فالطريق الاكبر اللي عمل ثوره في علاج هذا الصغر الثديين اللي هو تركيب السيليكون واجهزه السيليكون. السيليكون هذه الاجهزه قد تكون بتتحقن بمحلول ملح او قد تكون سيليكون كامل. سمعنا على السيليكون مؤخرا في ناس بتحقنه لمجرد التجميل، يعني مش بس كده. كان في موضه، كان في كلام بيتقال مشاكل بالنسبه للسيليكون. ولكن احنا بنتكلم على الاف دي اي اللي هي فود اند دراج ادمنستريشن، دي اعلى هيئه علميه على مستوى العالم بتهتم بصحه الانسان. تمام. قالت ان هذه هي امن طريقه لعلاج الثدي الصغير، يعني دي احدث طريقه وامن طريقه. أحدث طريقه بالنسبة. وده بيكون بجرح صغير جدا مش باين، بيكون في مكان خفي تحت الثدي او بيكون من خلال تحت الابط، وبتزرع الجهاز وبيفضل مع المريضه طول العمر، ويكاد يكون مستحيل تعرفي اذا ركب بطريقه مظبوطه. تمام. ان في جهاز متركب في هذا، هو جهاز بيتركب مش حقن سيليكون. لا بجهاز بيتركب بطريقه جراحيه في مكان معين في الثدي، دايما بيكون قدام عضله معينه خلف الثدي نفسه، لا يؤثر على الناحية الجنسية ولا يؤثر على الرضاعة بالنسبة لهذه السيدة. تمام. وبيدي منظر اقرب ما يكون الى الطبيعي دون اي مشاكل. ده بيفضل معاه العمر كله بقى ولا تماماً ولا ممكن؟ لا طول عمره. ملوش بأي اثار جانبية زي حضرتك قلت على الاطلاق. انا قلت لك اهم حاجة نتكلم فيها اللي هو الاف دي اي ابروفال، هي واخدة اف دي اي ابروفال، يبقى احنا بنتكلم كلام علمي يهم صحة الانسان ويفضل مع الانسان طول عمره. تمام. نعكس بقى الموضوع، نتكلم عن الثدي الكبير ونقول برضو اسبابه، يعني ده برضو ممكن ليه يكون تدخل وراثي او عامل العوامل الوراثيه. احنا هنا لما نتكلم عن الثدي الكبير الحقيقه في ثدي كبير في الذكور وفي الاناث، ودي اول مره تاخد بالك. يعني في الجانبين ناحيتين. المصيبه الكبيره الثدي الكبير دايما اللي موجود في الذكور اللي هو بيكون في بعض التغيرات الوراثيه، هما الاثنين بيكون ليهم نفس العوامل. تمام. بيكون قد يكون عوامل وراثيه، قد يكون تعامل تغيرات في الغدد الصماء والهرمونيه، قد يكون عوامل تتعلق بالبيئه، قد يكون تعامل تتعلق بالتغذيه. ايا يكون انا عندي دلوقتي صدر كبير. بس دي الاسباب بشكل عام اللي بتفرق من ذكر لانثى، لكن هي نفس التغيرات الهرمونيه. في الذكور عاده بيجي لنا المريض وبنعمل تصغير ثدي، وتكاد تكون عمليات تصغير الثدي في الذكور تعادل نفس النسبة في الإناث. يعني احنا اذا كنا بنعمل 10 عمليات تصغير ثدي ففي منهم 5 ذكور وفي منهم 5 إناث، وده الكلام اللي لازم ناخد بالنا منه. عادة بيكون تصغير الثدي ده
ليه مشاكل طبعا زي ما احنا قلنا بالنسبه للمشاكل الاثار الجانبيه برضو يعني تمام. نفس الاثار موجوده، اهم حاجه الاثار الوظيفيه. دايما الست اللي بتعاني من ثدي كبير بيكون عندها مشكله في عظام الرقبه، وعاده بتبقى مشكله كبيره جدا في عظام الرقبه بسببه يعني بسبب ثقل هذا الحاجب الثديين. وكمان لو كانت الست دي كمان بتلبس كعب عالي هتبقى المشكله مشكلتين. تمام، دي حاجه. الحاجه اللي بعد كده هو بتكون في اثار تتعلق بالرئتين بالنفس، دايما هي حاسه كما لو كان رفع اثقال في ثقل في حجم الثديين بالنسبه للتنفس، فده بياثر على التنفس بالنسبه لها. يعني الحاجه اللي بعد كده هو في ليها علاقه بكافه النواحي الاخرى، من ناحيه الرضاعه، من ناحيه الوظيفيه، من ناحيه احتماليه ظهور اورام في داخل الثديين. يعني كبر الحجم، كبر الحجم ممكن في علاقه في احتماليه الوجود علاقه ما بين كبر حجم الثديين وبين حدوث اورام. لكن مع الثدي الصغير ده ما بيبقاش، لا الثدي الصغير ما فيش، وبالتالي هيتكون ورم ممكن بيبقى قليل. بالظبط. تمام. طب دي الاثار الجانبيه للثدي الكبير. امتى بقى في تدخل جراحي؟ وبنسمع كمان عن شفط دهون، يعني غير بقى حقن الدهون، شفط الدهون ممكن يبقى في هذه المنطقه، ولا التدخل العلاجي بيكون ازاي؟ انا سعيد جدا انك تقولي شفط الدهون بالنسبه للثديين، لان بشوف غلطه بيقع فيها الدكاتره دايما في الحكايه دي كلها. شفط الدهون دي معناها شفط دهون، لكن الثدي ده نسيج لبني. ايوه، فما فيش حاجه اسمها شفط النسيج اللبني، مش دهون يعني. انما الدهون عاده في الثدي بتكون من الخارج، فممكن يكون شفط الدهون من الثدي من الخارج، ولكن عمليه يعني. لا، من الخارج فقط، من الخارج. ولكن عمليه شفط الدهون لتصغير الثدي دي عمليه فاشله وغير مباحه علميا. تمام. ولكن عاده الصدر الكبير والصدر المترهل كلاهما بيدخل في المجال الجراحي التجميلي. وطبعا يعني انا لما اقول اي جراحه مطلوب مني ان انا احافظ على ثلاث نقط. ايه هما بقى؟ احافظ على النقطه الاولانيه، المنظر الجمالي للثدي. ايوه. النقطه الثانيه، المنظر الوظيفي للثدي، يعني الست دي عملت عمليه تصغير ثدي هتربع ثاني ولا لا؟ ايوه. الحاجه الثالثه، المنظر الحسي للثدي. هل هذا الثدي هيفقد الاحساس بتاعه ولا لا زال الاحساس موجود؟ تمام. فالمفروض ان جراح التجميل لما يشتغل يحافظ على الثلاث وظائف دول، المنظر الجمالي للثدي، المنظر الوظيفي. الست دي لو ولدت تاني، لو رضعت تاني، الثدي يبقى فيه الخلايا اللبنيه شغاله ومفيش اي مشاكل. تمام. وايضا المنظر الحسي بالنسبه للثديين وبالنسبه للحاله بتاعت الثدي. تمام. هذا الكلام يعني المفروض ان دكتور التجميل اللي هو بيقدر يشتغل بيقدر يحافظ على هذا الكلام بالظبط، يضعه في الاعتبار. منظر الجراحه كان وده مهم قوي، وتجيلك الست ويجيلك الولد يتكلم. بالنسبه للولد بيكون الجرح حوالين الحلمه ولا شيء اخر، وتستطيع انك انت تستأصلي ثدي كامل من جرح مش باين في خلال اقل من اسبوعين بيختفي تماما وكأن شيء لما يكون. ده بالنسبه للولد. بالنسبه للست كنا بنعمل جراحه بيبقى حوالين نفس الحلمه وبعدين بنطلع بجرح من فوق. وبعد كده تطور هذا الكلام بقى غير مستحب ومرفوض دلوقتي، بقى الجرح يميل ناحية الإبط إلى الخارج. وهذا الكلام بقى غير مستباح دلوقتي، بقى الجرح كان بيميل للداخل. وبرضه هذا الكلام اترفض. انما الجرح دلوقتي اللي بقى موجود ان احنا بنعمل حرف التيل مقلوب. تيل مقلوب عبارة عن جرح بالطول وجرح بالعرض. لكن الجديد خالص وده المستحب دلوقتي، ما بقاش غير جرح بالطول فقط. وباقي الجرح بالعرض بقى مرفوض تماما. يعني دلوقتي ده احدث حاجة دلوقتي بالظبط. يعني تجيلك ست تعمل عملية، كل اللي موجود جرح بالطول ممكن بالليزر بعد شهرين ثلاثة يختفي تماما كأنها تجميل، يعني بتعمله تجميل فما يبانش الجرح ده مكانه ايه بالظبط كده. ولكن الخط العرض بتاع حرف التيل مقلوب ده برضو التطور الكبير جدا دلوقتي اللي بقينا بيه، ما بقى معظم الدكاتره ما بقتش تعمله. وبقى عباره عن خط خفيف بالطول. وبتقدر الست تستفاد من عمليه هي برضو محتاجه خبره طبيب. ممكن في خلال ساعه تقدري، ساعه ساعه وربع تقدري تخلصي هذه العمليه الجراحيه. المريض في خلال 10 ايام بيكون فك السلك او السلك بيكون واقع وبتبقى الامور ماشيه. العمليه الاولانيه بتاعه تصغير الثدي بيكون السلك مدفون، مش محتاجه تفك السلك او حاجه زي كده. تمام. كل هذه العمليات لابد ان نراعي الاسس العلميه للمريض، لازم انا اعيش جوه المريض الموجوده قدامي. طبعا. لازم احافظ على الناحيه الوظيفيه للثدي، لازم احافظ على الناحيه الجماليه للثدي، وايضا لازم احافظ على الناحيه الحسيه للثدي. طيب بعد يا دكتور منير ما بيحصل موضوع الجراحه لتكبير الثدي او تصغيره، بيبقى لازم المريض ده يباشر مع الدكتور بعد كده، ولا خلاص بعد العمليه الموضوع بيبقى بيس يعني مفيش حاجه خلاص؟ لا تمام سيادتك، السؤال ده كلام مهم جدا. عاده العلاقه بين المريض وطبيب التجميل بتبقى علاقه قصيره جدا، 10 ايام اسبوعين، والمريض بينسى الدكتور.
بياخد المعلومات. انا بقول ان الحالات دي مجرد ما المريض فك السلك مش محتاج ان يكون على اي علاقه بالنسبه للمريض. يعني ما يباشرش تاني في الحالات دي بالذات ما فيهاش مباشره. بس دي نقطة مهمه جدا. ايه هي بقى؟ ان في حالات تصغير الثدي او في حالات رفع الثدي لابد من اخذ الجزء المستأصل وتحليله. مش لاني خايف يكون في حاجه. التأكد يعني لان الدول المتقدمه دايما السيده بعد سن الـ40 كل سنه بتاخد عينه من الثدي عشان تطمن ان الدنيا ماشيه تمام. تشيك اب يعني عشان قدر الله ما يبقاش. النقطه الثانيه المهمه ان احنا بنتواجه ساعات بحالات سيده عملت عمليه وعملت استئصال لثدي احد الثديين، وبتيجي السيده دي تطلب منك انك تظبطي الصدر الثاني وانك تركبي جهاز في الصدر اللي تم استئصاله. هنا السؤال اللي بيجي يجبر نفسه متى يستطيع الطبيب التجميل ان يدخل تدخل جراحي عشان يعمل منظر جمالي للثديين بعد الاستئصال الجذري للثدي الكامل بعد ورم موجود. تمام. الحاله دي دايما بنقول احنا طبعا ما اقدرش اقول كلام كده مطلق ولكن اقول اذا كانت تحليل الاورام ماشي في مجال معين سليم واذا كانت الحاله الحسيه بتاعت المريض الورم في الدرجه الاولى او الدرجه الثانيه ممكن يتركب ويتصلح في نفس الوقت. ولكن اذا كان الورم السرطاني في الدرجه الثالثه فاحنا بنستنى لغايه 6 شهور نطمن ان لا زال الجسم سليم ونعمل عمليه ضبط للثدي الموجود وتركيب جهاز للثدي اللي تم استئصاله. تمام. طيب احنا معانا مدام نهى على التليفون. الو الو. اي مدام نهى ازي حضرتك؟ اهلا بيكي. اهلا بيكي اتفضل. سؤالك ايه مدام نهى؟ معلش انا كنت عايزه اسال عن حاله صغر الثدي. طب استاذنك بس توطي التلفزيون عشان نسمعك كويس ونتكلم ونجاوب. صغر الثدي اتفضل. معلش لو سمحت انا كنت عايزه اعرف هل ممكن يعني معالجه صغر الثدي بس من غير عمليه جراحيه؟ معالجته من غير عمليه جراحيه؟ اه. طب في سؤال يا دكتور ولا هتجاوب؟ لا لا خلاص. طيب في اسئله تاني؟ لا شكرا. طيب ماشي مدام نهى بشكرك على اتصالك ودكتور منير هيجاوبك حالا. طيب نجاوب السؤال. بس نجاوبه ونقول في جهاز بيتركب عباره عن زي البرا بيعتمد على فكره التمدد السلبي لانسجه جلد وخلايا الثدي وده طريقه متعبه تستمر حوالي 10 اسابيع. الست بتلبس هذا البراء اللي فيه هذا الضغط اللي بيكون من 15 ل 20 ملم زئبق يوميا. تقيل طبعا. بتلبسه لمده 13 ساعه يوميا لمده 10 اسابيع علشان الانسان ده ياخد حجم صدر قد الحجم الموجود. فاذا كانت هي من الاول الحجم ده اذا اتضاعف للحجم الثاني هي لا زالت غير مقتنعه فيبقى لا طريق الا التدخل الجراحي. تمام. طيب انا عايزه بس افرق بين حاجتين. يعني بنسمع عن تضخم الثدي، تضخم الثدي ده زي كبر حجم الثدي ولا بيختلف؟ هو كله بيدخل الحقيقه تحت اسم واحد. انا عايز اقول لسيادتك على حاجه. اي خلايا في جسم الانسان بتكبر بحاجه من حاجتين. ايه هما؟ يا بتكبر بانقسام الخليه فبتبقى الخليه 2 5 10 500 يا اما بكبر حجم الخليه، لا زالت الخليه موجوده وحجمها بيكبر. عاده الانسان قبل مرحله البلوغ عاده مش دائما لكن عاده واخد بالك بيكون كبر حجم زياده عدد الخلايا هو المسيطر. يعني بنتي وبنتك لغايه مرحله البلوغ الخليه بتكبر وتنقسم 2 5 500 بطريقه الانقسام الطبيعيه. لكن بعد مرحله البلوغ بيكون العدد ثابت وبيكبر الحجم بتاع الخليه. تمام. فيبقى لما نيجي نتكلم عن الخلايا عشان كده لما جينا اتكلمنا عن الحروق سيادتك قلت لك ان الطفل اللي بيقع عليه ميه البنت اللي بتقع عليها ميه وهي صغيره وصدرها مش باين حاجه خالص لكن لما تيجي تكبر وتوصل لمرحله البلوغ بيطلع صدر غير صدر بتكون المشكله هنا ان هي وصغيره عدد خلايا لسه ما انقسمش العدد الكبير. تمام. لكن لما توصل لمرحله البلوغ ابتدى الحجم يكبر ويبان الفرق بين الثدي وبين الثدي. تمام. انا عايزه بس قبل ما اختم في الدقيقه اللي فاضله نقول بس موضوع زرع الصدر، في حاجه اسمها زرع صدر؟ اللي هو تكبير حجم الثدي اللي هو عن طريق تركيب اجهزه السيليكون. على فكره الاجهزه دي يا استاذ دي اللي بيسموها زرع يعني يا دكتور؟ بتبقى بالظبط. احنا هو مش اي جهاز يمشي مع اي حد. في قياسات معينه ستاندر على مستوى الدنيا كلها بحيث ان احنا بنقدر نعرف حجم العرض بتاع الجسم شكله ايه وحجم الصدر شكله ايه وبتبقى في حسابات مظبوطه. معنى كلامي ده ايه؟ معنى كلامي ان الانسانه اللي تروح تركب جهاز سيليكون في مصر
عند دكتور خبير هي نفس الحجم بتاع الجهاز وشكله أيه. اللي يتركب عند دكتور خبير في اي بلد تانية. تمام. لان في مقاييس ستاندر احنا بنمشي عليها. تتعلق بحجم الثديين، تتعلق بحجم الصدر، تتعلق بحجم الثديين نفسهم. تمام. وهكذا. تمام. فدي النقطة اللي انا احب اقولها، ان هناك مقياس، مش كل واحد بيعمل اللي هو عايزه. حسب حسب كل شخص. خلي بالك يا استاذة ان في ساعات كتير يجيلك مريضة طالبة حاجة. الدكتور الشاطر ممكن يرفضها. تمام. يعني في بعض الحالات وبنشوفه ده دايما، قد يطلبوا حجم للثديين اكبر من اللازم. لان اكيد هيرجعوا بعد فتره يطلبوا ضبط هذا الحجم للحجم الطبيعي. فدايما الطبيب الناجح بيدي نصيحته. تمام. اذا المريض وافق الكلام بيبقى ماشي، اذا المريض وافق وجهه نظر طبعا الطبيب. تمام. دكتور منير نورتنا النهارده، انا بشكرك جدا على وجودك معانا. اشكرك جدا. بشكر دكتور منير ويليام كبير جراحي التجميل. يا رب تكونوا استفدتم من فقرتنا. هنشوف بعد الفاصل التقرير اللي جاي عن الشعر ونرجع معاكم تاني، خليكم معانا.